طبتم وطابت أخباركم، شكرا للزميل أحمد الهادي. ساعة إخبارية جديدة نخصص معظمها لتغطية المشهد في السودان، أهلا بكم. استمرار الاشتباكات المتقطعة في محيط القيادة العامة في الخرطوم مع تسجيل تحليق لمقاتلات فوق العاصمة. الجيش والقوات الدعم السريع يتبادلان الاتهامات بخرق الهدنة المعلنة. دقائق قليلة وتصل هذه السفينة، وهي سفينة أمانة جدة التي دخلت إلى استمرار عمليات الإجلاء من السودان، والسفينة السعودية أمانة تنفذ أكبر عملية إجلاء من بورت سودان منذ بداية الصراع. ومن أخبارنا الأخرى، لافروف يقول إن محاولات الغرب لعزل موسكو فشلت، ويشدد على ضرورة وجود عالم متعدد الأقطار. حياكم الله. في آخر التطورات المتعلقة في السودان، تتواصل الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في عدة نقاط سيما العاصمة الخرطوم، رغم موافقة الطرفين على هدنة خامسة لوقف إطلاق النار. كما تشهد سماء الخرطوم تحليقا كثيفا لطائرات حربية في وقت تسمع أصوات دوي المدفعية ومضادات الطائرات. أما في مدينة أم درمان، أدى سقوط قذيفة على أحد المنازل إلى مقتل شخص. قال الجيش السوداني في بيان رسمي إن ما حصل كان محاولة فاشلة للاستيلاء على الحكم بقوة المتمردين، وأكد بأن محاولات المتمردين وأعوانهم من عملاء داخل والخارج في التسويق لمشروعهم القائم على تزييف الحقائق قد فشلت. وأشار البيان إلى أن المعركة وحدت الشعب وقواته المسلحة، وزادت من حرص أبناء الوطن على أهمية بقاء قواته المسلحة. كما أكد البيان على العمل على تهيئة الظروف المناسبة في كل أجهزة الدولة من استئناف عملها وعودة الحياة لطبيعتها بأسرع وقت ممكن. بدورها اتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني بخرق الهدنة الإنسانية المتفق عليها عبر مهاجمة مراكزها وعدد من الأحياء السكنية في الخرطوم بواسطة الطيران والمدفعية. هذا وجددت قوات الدعم السريع في بيان لها التزامها الكامل بالهدنة الإنسانية المعلنة لفتح ممرات آمنة للمواطنين لقضاء احتياجاتهم ولتسهيل عمليات الإجلاء. معنا من قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة سلطان السلمي. سلطان، أهلا بك، ما الجديد لديك؟ أهلا بك عدوهم بكافة مشاهدي قناة العربية. بالفعل بدأت عمليات الإنزال الآن كما نشاهد، أكثر أو قرابة 2000 شخص وتحديدا 1982 شخص من مختلف الرعايا والجنسيات يصلون الآن بدأت عمليات الإنزال من على متن سفينة أمانة، السفينة التجارية السعودية التي قامت بإجلاء هؤلاء الرعايا من ميناء بورت سودان إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في رحلة بحرية استغرقت قرابة 12 ساعة. وأيضا من ضمن هؤلاء الرعايا من هم على متن سفينة أمانة جدة 65 مواطن إيراني تم إجلاهم من قبل السلطات السعودية من ميناء بورت سودان إلى قاعدة الملك فيصل البحرية. كان قد التقينا بعدد من المسؤولين الإيرانيين والرعايا الإيرانيين الذين عبروا عن امتنانهم وشكرهم وسلاسة وسهولة التنسيق من قبل السلطات السعودية لبدء عمليات إجلائهم من بورت السودان أو من مناطق الفوضى والاشتباكات المسلحة هنالك في الخرطوم والولايات التابعة لها، برا في مسارات آمنة إلى مدينة بورت سودان ومن ثم إلى ميناء بورت سودان. وبدأت عمليات إجلائهم أو إجلائهم من على متن هذه السفينة التجارية الضخمة التي
على متنها 1982 شخص، نتحدث على عدد كبير من الجنسيات الأوروبية والأجنبية وكذلك الجنسيات العربية. الآن بدأت عملية الإنزال كما نشاهد الآن في هذه اللقطات على الشاشة بشكل مباشر، نشاهد بدأت عملية الإنزال. بدأت العمليات بالطريقة أو بالنظام التالي، بدءا من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء، وبعد ذلك تقوم طاقم السفينة بإنزال بقية الركاب من قام باستقبالهم عدد من القيادات الأمنية التابعة بالقوات البحرية وعدد من المجندات السعوديات وكذلك المديرية العامة للجوازات وعدد من القطاعات العسكرية والحكومية الأخرى لتسهيل إجراءات عملية الإنزال وإنهاء إجراءات دخولهم إلى الأراضي السعودية بعد أن يتم منحهم تأشيرات استثنائية نظرا لهذا الموقف الإنساني. نتحدث أنه قرابة 5000 شخص وصلوا خلال منذ الأيام الماضية وحتى هذه اللحظة إلى قاعدة الملك فيصل البحرية بعد أن تم إجلاءهم بحرا عبر 12 سفينة، منها 10 سفن عسكرية سعودية واثنتين مدنية، وهي سفينة أمانة جدة التي تستوعب أعداد كبيرة جدا من الركاب. مشاعر امتنان وفرح كبيرة على وجوه هؤلاء الرعاية بعد أن وصلوا إلى بر الأمان بعد أن كان هنالك أو عاشوا معاناة كبيرة بكل تفاصيلها هنالك في السودان في مناطق الاشتباك المسلح بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني. أيضا ظروف قاسية عاشوا تفاصيلها من خلال شح المياه وانقطاعات الكهرباء وقلة التموين الغذائي منذ بدأت عمليات الإجلاء على السفن العسكرية السعودية وحتى على السفن المدنية السعودية. يتم استقبالهم وتسكينهم في غرف خاصة بهم وتقديم الرعاية الصحية والطبية إن احتاجوا إلى ذلك طوال مدة الرحلة، وأيضا يتم إنهاء إجراءاتهم فور وصولهم. كذلك فيما يتعلق بخدمات الإعاشة يتم تقديمها طوال الرحلة، وأيضا يتم التعامل مع هؤلاء الرعاية بشكل إنساني كبير جدا نظرا لظروفهم الصحية. أيضا من علامة هذه السفينة قرابة 155 شخص من رعاية منظمة الأمم المتحدة الأمريكية تم إجلاؤهم بعد أن تم إجلاء 400 موظف بالمنظمة خلال الأيام الماضية وتحديدا يوم الربوع الماضي. هذه هي الدفعة الثانية وعددها 155 شخص. 1982 شخص من الرعاية الأجانب تم إجلاؤهم عبر هذه السفينة الضخمة. كما نشاهد يتم استقبالهم بالورود وبالحلوى وبالترحيب الحار من قبل القطاعات الأمنية السعودية المشاركة فيها في عمليات الإجلاء. الآن سوف يتوجهون بعد قليل إلى الحافلات الخاصة بهؤلاء الرعاية. تم تجهيز أسطول كامل من الحافلات لنقل من المقرات السكن حتى يستطيعون الاستراحة وأخذ قسطا من الراحة، وسوف يتم إنهاء إجراءات سفرهم إلى بلدانهم طيب. في ظرف 48 ساعة بعد أن يتم التأكد من تلبية كافة احتياجاتهم الخاصة والصحية أثناء وجودهم بمدينة جدة. طيب نحن نتحدث حينما نتحدث أيضا كانت هناك أخبار عاجلة أن سفينة سعودية أمانة تنفذ أكبر عملية إجلاء من السودان منذ بدء الاشتباكات، وكذلك أن الخارجية السعودية قالت أنها أجلت أكثر من 4738 شخصا منذ بدء العمليات. نحن نتحدث عن أكثر من 139 سعوديا، وكما أشار الزميل سلطان قبل قليل نحو 65 مواطنا إيراني من الرعاية الإيرانيين أيضا ساعدتهم المملكة العربية السعودية على الخروج وتم إجلاؤهم من السودان. سلطان، متى من المتوقع أن تنتهي هذه العملية، عملية إنزال الرعاية الذين تم إجلاؤهم من بورت سودان أو من السودان تحديدا، وهل ثمت أيضا على الجدول بعض السفن القادمة والتي تحمل على متنها أيضا من تم إجلاؤهم من هناك؟ بالفعل عمليات النزول من على متن هذه السفينة تتم وفق بروتوكول يتبعه هؤلاء العاملين على طاقم السفينة وكذلك القيادات المتواجدة على أرض قاعة الملك فيصل البحرية بجدة، بدءا بإنزال الجرحى أو حتى المصابين أو أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن ثم بقية الركاب. قبل بدء في هذه التفاصيل نشاهد الآن نزول رعاية منظمة الأمم المتحدة كما أشرنا قبل قليل، عددهم 155 شخص
شخص كانوا جميعا موظفي بالفعل موظفي الأمم المتحدة في السودان. بدأت عمليات إنزالهم وهم المتعددي الجنسيات ومختلف الجنسيات. الآن بدأت عمليات الإنزال الخاصة بهم وسوف يكون في استقبالهم عدد من مسؤولين منظمة الأمم المتحدة هنا في قاعدة الملك فيصل البحرية. بعد ذلك سوف يتم إنزال بقية الركاب. سوف يكون في استقبالهم سفراء وقناصل متواجدين منذ ساعة ونصف من الآن. سوف تستغرق عملية الإنزال من الساعتين إلى 3 ساعات نظرا للعدد الكبير لهؤلاء الركاب الذي يصل إلى 1982 شخص. نتحدث على أنه تم التعامل مع بعض الحالات الصحية من قبل الهلال الأحمر السعودي. تم مباشرة الحالة فور نزولهم، تم إجلاهم عبر مركبات الإسعاف. قد يكون هنالك أشخاص مصابين بإصابات خفيفة أو جروح بسيطة من خفيفة إلى متوسطة أو حتى أصحاب أمراض مزمنة. يتم التعامل معهم واستقبالهم والتعامل بشكل صحي فورا عبر مستشفيات مدينة جدة. أيضا نتحدث أنه فيما يتعلق بعمليات إنهاء الإجراءات والتسكين سوف تتم في ساعتين فقط من بدءا من إنزالهم من على متن هذه السفينة وصولا إلى الحافلات ومن ثم بعد ذلك إلى مقرات السكن التي خصصتها الحكومة السعودية حتى يستطيع هؤلاء الرعاية الاستراحة وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهم. الآن سوف نحاول أن ننتقل إلى الجانب الآخر وتحديدا بالقرب من البوابة الخاصة لسفينة أمانة السفينة التجارية السعودية التي نفذت أكبر عملية إجلاء منذ بدأ الأزمة في السودان من ميناء بورت سودان إلى مدينة جدة وتحديدا لقاعدة الملك فيصل البحرية. كما نشاهد الآن القيادات الأمنية بالقوات البحرية السعودية متواجدة، أيضا قطاعات أمنية أخرى حتى يتم تسهيل وتذليل كافة الصعوبات الخاصة بإنهاء إجراءات السفر أو دخول لهؤلاء الرعاية في ظرف مدة تتجاوز الساعة واحدة. كذلك وجود ممثلين من وزارة الخارجية السعودية للتأكد من إجراء عملية الإنزال وفق ما هو متبع إليه. أيضا من المتوقع خلال الساعات القادمة أن تأتي كذلك أن تصل سفينة تابعة للقوات البحرية السعودية إلى قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة وعلى متنها عدد من الرعاية وباختلاف جنسياتهم. أيضا نؤكد أنه 12 رحلة تمت منذ بدأ عمليات الإجلاء من ميناء بورت سودان إلى قاعدة الملك فيصل البحرية ذهابا وأيابا، وهي سفن وهي عددها 10 سفن بحرية واثنتين فقط من السفن المدنية وهي سفينة أمانة تحديدا التي تستطيع استيعاب أعداد كبيرة نظرا لكثرة الطلبات التي تصل إلى الحكومة السعودية لإجلاء رعاياها من قبل الحكومات الأجنبية. طيب حينما نتحدث عن هذه السفينة، متى انطلقت من السعودية إلى بورت سودان حتى تجلب على متنها كل هؤلاء الذين تم إجلاؤهم؟ سلطان، رحلة اتجهت مساء أمس في رحلة استغرقت فقط لنذكر ذلك ساعة وتم إجلاء هؤلاء الرعاية في ظرف وفي ظرف 3 ساعات تم إجلاء الرعاية عبر زوارق خاصة بقوات البحرية السعودية حتى وصلوا على متن هذه السفينة. أيضا ممكن نلتقي بأحد الرعاية. تفضل لك. وصلوا كذلك هم على متن هذه السفينة وهم عددهم محدود جدا. نعم، في انتظارهم الآن وصولهم. نعم. طب احنا نتحدث عن 65 استقبالهم من كما اشرت 65 شخص ايراني كانوا من ضمن الذين تم اجلائهم، عدد من موظفي الامم المتحده. تفضل. ايضا ممكن نتعرف عليك. نعم، تعرف عليك. صالح بن احمد بن حميد. من وين عم صالح؟ هلا ابويا، انا من السودان جاي. من السودان. في مدينه في السعوديه عايش؟ نعم، في جده. في جده. نعم. كم جلست في السودان وكيف وصلت للسعودية وكيف تم متجوز في السودان ومعندي عائلة والحمد لله. هل تم إجلاءك أنت وعائلتك كاملة؟ نعم. هل تم إجلاءك أنت وعائلتك كاملة؟ ما جيت أنا العائلة كاملة، جيت أنا وبعض العيال وبقى واحد من العيال تأخر، ما قصوا له تذكرة مرور وإن شاء الله بيجي. ممتاز. طيب بخصوص الإجراءات اللي تمت كيف شفتها؟ الحمد لله في أمن وأمان، الحمد لله بعد الإجراءات اللي جات والحمد لله اللي وصلنا بلدنا في أمن وأمان وخير. شكرا لك. شكرا. نذكر أن الخارجية السعودية قالت بأن أنها تمت أو تم إجلاء 139 شخصا سعوديا تم إجلاؤهم. هي تتحدث والحديث للخارجية السعودية عن أكثر من 4000 و
738 شخصا من رعاية 96 دولة تم إجلاؤهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيك العافية، كيف حال؟ نتعرف عليك. دارين مبارك. نعم زميلنا عادل. تفضل تفضل. طيب نتعرف عليك. دارين مبارك. أشكر الملك سلمان ولي عهده، وبصراحة طالما عندنا سفارة زي المملكة العربية السعودية إحنا في أمان. أشكر جميع أعضاء السفارة بالذات أستاذ رأفت الله يعطيه العافية ودامع الزك يا وطن. لو سألتك اليوم إيش الظروف اللي واجهتيها في السودان؟ خوف رعب، يطلعون في الحافلات يتجمون علينا، يسألون من الجنسيات، خلاف ذلك ما أقدر أظلم أحد، لكن دامع الزك يا وطن. لو سألتك اليوم كمواطنة السعودية كيف شفت الخدمات اللي واجهتيها وحصلت عليها أثناء عملية الإجلاء؟ والله هي خدمات ممتازة ما أقدر أقول فيها أي شيء أمانة، لدرجة أنه السفير يتفقدنا، نائب القنصل كل شوي كان، أنا آخر وحدة تم إجلائي من أم درمان، فالسفير كان أمانة كل شوي يتصل ورينا خط سيرك، ما أقدر أقول غير كذا، أنا جدا فرحانة ودام عز المملكة. شكرا. يعني هذه هي امتنان وتقدير ومشاعر لهؤلاء الرعاية السعودية الذين وصلوا. نتعرف عليك بداية. أنا اسمي مازن حماجي من سوريا، أنا اليوم الواصلين إن شاء الله بالسلامة على جدة. أول شيء أنا بحب أشكر كل الجهود اللي تقدمت لنا إن كان بمدينة بورسودان، وفعلا يعني المجموعة اللي كانت موجودة هناك نحن تابعنا معهم والله 24 ساعة متابعين مع الجميع وعم مهتمين في الجميع، وأهم شغلة رغم كل الضغط اللي هن فيه الابتسامة اللي حاضرة المساعدة على أعلى المستويات الموجودين في مدينة بورسودان. إلي الشكر، يعني بحب أرسل لهم هالشكر هذا، والأكيد للمملكة السعودية، لأنه بصراحة الجهود المبذولة هي مجهود دول عظمى مش دولة. أنتم كجالية سورية إيش أبرز المواقف الصعبة اللي عشتوها في السودان؟ والله نحن كان في عنا مشكلة الإجلاء من مدينة الخرطوم لبور السودان، هي كانت مشكلة. المشكلة الثانية أنه كان عددنا الكبير، هيدا الموضوع اللي واجهناه وكان فيه شيء صعوبة فيه بصراحة، ولهلأ الترتيبات عم تصير على هالموضوع، فبارك الله بالجميع. شكرا للجميع. شكرا لك، الحمد لله على السلامة. نعم. يعني عدد كبير من واختلاف في الجنسيات، كما أعلنت وزارة الخارجية في وقت سابق أنه تم إجلاء أكثر من 80 جنسية أجنبية. الآن سوف ننتقل إلى منطقة أخرى وإلى جانب آخر حتى نستطيع إجراء عدد من المقابلات مع هؤلاء الرعاية باختلاف جنسياتهم. نعم، كما نشاهد الآن استمرار عمليات الإنزال بشكل مستمر جدا، وخلال دقائق معدودة سوف ينزل أيضا جنسيات أخرى ورعاية من مختلف جنسياتهم حتى يستطيعوا الوصول إلى أرض القاعدة وإنهاء كافة إجراءات الدخول الخاصة بهم. ممكن الآن نحاول الآن الدخول إلى داخل السفينة اللي رصدوا وأخذ لقطات خاصة بكاميرا العربية، ونرصد عمليات الإنزال من داخل السفينة إلى أرض قاعدة الملك فيصل البحرية هنا بمدينة جدة. لا تزال عمليات إنزال مستمرة تتم وفق بروتوكول متفق عليه في وقت سابق. الآن تتجه سوف نطلعكم على لقطات حصرية ومباشرة. أيضا نشاهد الخدمات الإنسانية والمساعدة الكبيرة يقدمها هؤلاء. هذا المشهد يعني مشهد جميل ومشهد كبير على الهواء مباشرة كما نشاهد. نعم نعم، الصورة تتحدث زميلي عادل. بلدك. بالتأكيد سلطان، الوصول إلى الوطن والنجاة والأمن والأمان كبير. تفضل. جدا من قبل. نعم أيضا كما نشاهد أيضا حتى المستلزمات الشخصية والحيوانات الأليفة الخاصة بهؤلاء الرعاية يتم إجلاؤهم على متن السفن البحرية السعودية. اليوم السعودية تتعامل مع كافة الرعاية وكافة التزاماتهم واحتياجاتهم على مستوى واحد فقط باختلاف جنسياتهم وأديانهم. أيضا نشاهد العسكر السعوديين يقومون بإنزال الحقائب الخاصة بهؤلاء الرعاية ومساعدتهم بعد رحلة ومعاناة كبيرة عاشوا تفاصيلها هنالك في السودان. اليوم يصلون إلى أرض قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة في استقبالهم عدد من ممثلي وزارة الخارجية وعدد من القيادات والقطاعات الأمنية المشاركة في هذه في عمليات الإنزال وعمليات الإجلاء بشكل عام. بالتأكيد سنعود إليك ريثما تستطيع أخذ الإذن. سؤالهم عن احتياجاتهم.
والدخول إلى السفينة إن كان ذلك بالإمكان، أو حتى أن تلتقي بعدد من الذين تم إجلاؤهم. الشعور بالأمان هو أعظم شعور في هذه الرحلة المليئة بالمخاطر، حتى الوصول إلى أرض المملكة العربية السعودية من بورت سودان. طيب، سنعود إليك سلطان السلمي من قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة، سنعود إليك في سياق هذه النشرة. شكرا جزيلا لك حتى الآن. أفادت نقابة أطباء السودان بارتفاع ضحايا الاشتباكات في البلاد إلى 411 قتيلا من المدنيين وإصابة 2023 آخرين. وأوضحت النقابة في بيان لها أن الاقتتال الأخير في مدينة الجنينة أوقع 89 قتيلا، مشيرة إلى أنه لا يوجد حصر دقيق لعدد الإصابات. وأضافت النقابة أن جميع المستشفيات في المدينة خارج الخدمة. هذه أيضا صور من جانب من هذه الاشتباكات التي وقعت اليوم، وصور للمروحيات تحلق في سماء السودان وكذلك أعمدة الدخان. كنا قد أشرنا إلى أن هذه الهدنة التي استمرت لمدة 72 ساعة بدءا من الساعة 12 ليلا بتوقيت المحلية للخرطوم، وهي الهدنة الخامسة، أيضا شهدت اختراقات واشتباكات متقطعة في عدد من المناطق. رجع الطيران للهليكوبتر عبد الله. الطيار اللي قاعد يسري لكن الطيران يا جماعه مشكله. الجيش السوداني اتهم قوات الدعم السريع بإدخال أسلحة وجنود لمستشفى الخرطوم وبتحويل المستشفى وبعض المدارس لثكنات عسكرية. وجاء في البيان أن المتمردين مستمرون بقصف الخرطوم وأم درمان لإجبار السكان على الإخلاء، لافتا إلى أن القصف العشوائي مستمر بمحيط قيادة بحري والقيادة العامة والدفاع الجوي. وأضاف الجيش أنه نفذ عمليات إجلاء عبر مطاري وادي سيدنا وبورت سودان لرعاية بعض الدول. أبدى قائد قوات الدعم السريع في مقابلة مع بي بي سي استعداده لإجراء مفاوضات مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بشرط وقف إطلاق النار. وقال حميتي لهيئة الإذاعة البريطانية إنه طلب بالهدنة منذ اليوم الأول للحرب، وأن قواته بدأت بفتح ممرات إنسانية داخل مناطق سيطرتها.
وفي تصريح للعربية قال يوسف عزت المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو أن قواته سيطرت على 90% من ولاية الخرطوم وأنها تستطيع الصمود في المعارك لسنوات. يوسف عزت لفت إلى أن المعركة فرضت على الدعم السريع وأن وقف إطلاق النار مرتبط بتنفيذ الجيش لذلك. وأكد عزت في لقائه مع العربية إلى أن البرهان لا يدير المعركة ولا يستطيع وقف إطلاق النار. قوات الدعم السريع قادرة على الصمود، قادرة على الصمود، وأثبتت خلال أسبوعين من الحرب المتواصلة إنها ليست ميليشيا، إنها ليست قوات متطرفة، إنها قوة منظمة تتبع خطط عسكرية مرتبة. لدينا وساطة من أمريكا ومدعومة من السعودية، لدينا وساطة من الإيجاد، لدينا وساطة من دول كثيرة صديقة ومنظمات. ندرس كل هذه الخيارات، ونحن لسنا دعاة حرب ولا نريد استمرار الحرب ولا نريد معاناة شعبنا، أي لكن نريد مبادرة تضمن أن يكون هنالك حل جذري للأزمة السودانية، هنالك حل يؤسس لسلام دائم. حتى القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري في السودان الطرفين إلى الالتزام التام بوقف إطلاق النار، وشددت على ضرورة التقيد بتلك الهدنة التي وافق عليها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو بصورة أفضل من سابقاتها، كما أشارت إلى أنها تشد على أيدي قادة الجيش والدعم السريع التي تعاطت بإيجابية مع المبادرة الأمريكية السعودية. أما فيما يتعلق بالأوضاع في الجنينة بإقليم دارفور، فاعتبرت أن المواجهات القبلية الحاصلة نتيجة مباشرة للقتال الذي استعر منذ 15 أبريل الجاري بين القوتين العسكريتين الكبيرتين في البلاد. هذا ودعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا طرفي الصراع في السودان الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار وحل الخلافات من خلال المفاوضات. زاخاروفا أضافت أيضا أن روسيا تبذل كل الجهود اللازمة لضمان سلامة المواطنين الروس الموجودين حاليا في السودان، مشيرة إلى أن بلادها على اتصال دائم مع جميع الدول ذات الصلة بما في ذلك المملكة العربية السعودية. من الرياض ينضم إلينا محمود العوتة الكاتب الصحفي السوداني. سيد محمود أهلا بك، يعني قراءتك لما يحدث اليوم، عملية إجلاء كبيرة لرعايا الدول، الهدنة الخامسة لم تصمد ولم تخلو من اشتباكات بين الطرفين، تفضل. وطبعا يعني المملكة العربية السعودية قامت بدور جبار ودور إنساني كبير جدا في التنفيذ يمكن أكبر عملية إجلاء شهدناها في الفترة الأخيرة وتمت بسلام، وأنا أعتقد هذا المشهد هو غطى على الحرب كثيرا. فيعني إذا افترضنا أن هذه الأعداد من الرعاية والموظفين الذين بلغوا أكثر من 5000 من 96 دولة باقون حتى الآن في الخرطوم في ظل يعني الضربات القوية والمواجهة العنيفة بين الطرفين، أنا أعتقد الوضع كان حيكون مأساوي، وأنه طبعا هذا الموقف الإنساني يجير لي دور المملكة العربية السعودية في هذا الجانب. وأنا أعتقد كل الدول اللي رعاياها يعني تم إجلاؤهم من السودان تواصلوا مع الجهات الرسمية في السعودية وأشادوا بهذا الدور، وأنا أعتقد يعني دور أعتقد كبير ووفق الإمكانيات التي يعني سخرتها السعودية في هذا الجانب من قوة بشرية، من تجهيز سفن مختلفة، من التعامل الإنساني، من الاستعدادات في القطاع الصحي اللي هو استقبال الحالات الحرجة في اللي احنا شاهدناها في إذا كان في القاعدة الجوية أو في ميناء أو في ميناء جدة الإسلامي. فأنا أعتقد أنه هذا دور لن ينسى يعني للسعودية، وأعتقد أنه لم تشهده المنطقة من قبل ولا طيب منطقة الشرق. ماذا عن الداخل السوداني وعملية الاقتتال رغم يعني هذه الدعوات من مختلف الأطراف، إلا أن
الاقتتال مستمر بين الطرفين. وبالرغم من يعني تواصل الدعوات إذا كانت إقليمية أو دولية أو أممية أو من دول كبرى مثل أمريكا وروسيا وفرنسا والسعودية ومصر، أنا أعتقد الجانب الداخلي إذا ما هو شعر بمسؤوليته تجاه الشعب السوداني، أنا أعتقد هذا القتال لن يتوقف. أنا أعتقد المفروض اللذان يقودان الحربان الآن أو الاشتباكات العسكرية في السودان عليهم أن يشاهدوا المناظر الكارثية السيئة في الشوارع، في المستشفيات، في هروب كثير من الناس من الخرطوم إلى الدول المجاورة، إلى الأقاليم والولايات. يعني الآن في أرقام كبيرة جدا، يمكن بالذات في إقليم دارفور بلغ يعني الذين نزحوا إلى تشاد حوالي 270 ألف لاجئ سوداني. ونحن نعلم تماما أنه يعني تشاد نفسها تواجه ظروف اقتصادية صعبة، فلا تستطيع أن تستقبل هذه الكميات أو الأعداد من اللاجئين. ولا ننسى الموقف الإنساني أنه في ناس تركوا بيوتهم وخلوها يعني بسبب هذه الحرب. فأنا أعتقد أنه لو ما استشعر الجانبان بهذا الموقف المأساوي، أنا أعتقد النداءات لا تأتي أكلها. ولكن طبعا هناك وسائل ضغط المفروض المجتمع الدولي أو الدول الكبرى أو الدول الإقليمية تمارس ضغوط على الجانبين حتى يرضخوا أن يجلسوا في طاولة التفاوض يعني واحدة ويناقشوا المسألة من برمتها، ويناقشوا أيضا الأسباب التي دعت إلى اندلاع هذا الاقتتال حتى يصلوا إلى صيغة ترضي الطرفين. ولكن طبعا يعني نحن بنشاهد من التصريحات التي تنقلوها أنتم والقنوات الأخرى هنالك تناقض كبير جدا في تصريحات الجانبين، منهم من يريد الهدنة والتفاوض. وأنا أعتقد الجيش السوداني هو الأكثر متمسك بمسألة أنه هو يريد أن يحسم المسألة عسكريا، باعتبار أنه قوات الدعم السريع هي قوات انشقت أو تمردت على الجيش السوداني، باعتباره هو جيش نظامي والمفروض يعني هو يرضخ قوات الدعم السريع وقائدها وزعيمها يرضخون لأي قرارات تأتي من الجيش السوداني، والاحتكام لمسألة أنه الانضمام في فترة زمنية وجيزة لقوات الشعب المسلحة. فأنا أعتقد المشهد حيكون قاتم جدا، كما ذكر الأمين العام للمتحدة في مقابلته أن الوضع سيء في ظل أن هذه المنطقة يعني بتفتقد لعدم الأمن وتواجه مشاكل صراعات سياسية مختلفة وتعاني من مشاكل إنسانية ونقص في الغذاء وفي كل الأشياء التي ضرورية التي يتطلبها الإنسان. فأنا أعتقد أن إذا ما كان هنالك يعني تدخل يعني قوي من جهات معينة تضغط على الطرفان، أنا أعتقد هذا من بإمكانه الضغط على الطرفي الصراع. يعني هذه الولايات المتحدة لا ترى في تغيرا للوضع الأمني القريب، أيضا يعني ما كنا نتحدث عنه من تصريح لزخاروف وأيضا العديد من حتى غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الطرفان، ولكن ليس هناك أحد يستطيع الضغط. أنا ممكن أجاوب على هذا السؤال من جانبين. أول حاجة بالنسبة للأمم المتحدة الآن، حتى الآن دورها سلبي، هو يعتمد على المناشدة والنداءات. يعني نحن في السودان الآن في الوقت الحالي لا نحتاج لموقف أدبي، نحتاج لموقف يعني يحاول من معالجة هذه المشكلة. يعني الأمم المتحدة الآن يعني أجلت أكثر من 1200 موظف من السودان بسبب الحالة الأمنية، وهذا طبعا ظرف. ولكن هنالك الآن الأمم المتحدة ممكن تؤدي دور في المناطق الحدودية، عندنا ناس يعني يتكدسون في الحدود التشادية وفي الحدود المصرية وفي الحدود السعودية، يحتاجون لإعانات، يحتاجون للمياه، يعني هذا غير متوفر. هذه ليس في مناطق الصراع، ليس مناطق الصراع. المفروض الأمم المتحدة تؤدي دور بالشكل الذي يجب أن تقوم به. يعني لحد الآن لا توجد أي يعني أي تحركات أو حملات من المتحدة في هذه المناطق. يعني أنا هذا أديك مثال، يعني
أما بالنسبة لأمريكا أنا بلاحظ إنه كل الإشارات بكل أمانة يعني من أمريكا بتجي رسائل يعني سلبية أو محزنة من أمريكا بالتصريحات بأنه الاقتتال لن يقف وهكذا. أمريكا إذا أرادت أن تقوم بدور إيجابي تجاه السودان تستطيع أن تقوم يعني. ولكن طبعا سيد محمد يعني إذا طرفي الصراع لا يستمعون لأي طلب لوقف إطلاق النار، بالتالي ماذا على الولايات المتحدة أو حتى أي دولة سواء إقليمية أم تستطيع المضي دائما في دور الوساطة؟ يجب أن يتوقف إطلاق النار حتى يكون هناك مجال للوساطة، أليس كذلك؟ يا أخي دعنا نتحدث بالمنطق. طيب. أمريكا تعلم جديدا أن هذون الطرفان سوف يصلان إلى هذه المرحلة. باختصار سيد محمود لأنه وقتنا انتهى، أنا أعتذر منك. باختصار يعني أمريكا كان عليها قبل أن يصل هذان الطرفان لهذه النقطة السيئة. طيب. كان عليهما أن يعني يطرحان الحلول من قبل ذلك. طيب. شكرا جزيلا لي سيد محمود العوتة الكاتب الصحفي السوداني من الرياض، شكرا جزيلا لك. منذ بداية الصراع كان شارع الشغلة في حي الفتحاب بمدينة أم درمان السودانية شاهدا على الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث لا تزال حتى اليوم أصوات الاشتباكات تسمع من سلاح المهندسين القريب من الحي. المبادرات دي المفروض تكون بالضغط، مبادرات ذاتها تكون بالضغط، مبادرات ما بتكون يعني بالطريقه بتاعت الليونه، مبادرات يكون في ضغط عديل على الجيش على الدعم السريع. ناس استمعوا لها من سياسيين من عساكر من مجتمع مدني كلهم يتكاتفوا عشان ينجحوا المبادره ايا كانت هذه المبادره في سبيل انها بس توقف الحرب الدائره في البلد وربنا يحفظ السودان لان السودان ما بتستاهل الحياه الاساسيه. لا لازم نتخاذل مدنين ما كله سودانيين موجود نجيف هنا مواطنين كله سودانيين موجود الكلام ده ما تحصل علينا يعني. خسائر للدولة يعني. يعتمد الجيش السوداني في معاركه مع قوات الدعم السريع على عدة أمور من أجل تحقيق التفوق. في العرض التالي نتعرف على أبرز مميزات ومكونات سلاح الجو السوداني والقواعد العسكرية الكبرى في السودان. حرب زادت من ثقل الوضع الاقتصادي على الأهالي في السودان، أزمة امتدت في كل ولايات السودان واشتدت في الولايات الشمالية. شح المواد الغذائية بدا واضحاً في سوق القرير في مروي. ما بدفر الله، لازم والله يجي ذات أزمة شديد. فرحة الوية كيف كانت بخمسات في السعادة بعشرات. ارتفاع في الأسعار وشبه عجز في القدرة الشرائية للمواد الغذائية إن وجدت. طبعاً أنا عارف أنا الحاجات ده جمع خضار واللحمة والحاجات في عدم يعني ما هجي يعني كم مقتول منه. ارتفاع وصل إلى 300 حتى 400%، عزه البعض إلى استغلال التجار للأزمة. صحيح أن الطماطم في رمضان كانت بألف ونص. أيوة. هسه علي كيلو طماطم بألف. كيلو واحد يعني الكيلو ونص بألف وسوي له أقسم الله. أي شيء زاد 3 أرباع. انقطاع التيار الكهربائي زاد الطين بلة ما أضر بمخزون الغذاء. بعد الأحداث الأسعار طارت في السم وكنا نشتري إن شاء الله قبل الأحداث دي شوال بطاطس ملام بعشرة وسبعة آلاف الآن شوال بطاطس ب30,000. ومع استمرار المعارك يتوقع تضرر المخزون الغذائي في عموم السودان لنحو كارثي. في كل المعارك القتال من الجو يكون فعالا لبسط السيطرة على الأرض. الجيش السوداني لجأ إلى هذا السلاح لمنازلة قوات الدعم السريع،
أسطول القوات الجوية السودانية يعتمد بشكل أساسي على 10 مقاتلات من طراز ماج 29، طائرة تمنح الجيش نقطة تفوق بالنظر إلى ميزاتها المختلفة، فهي مرنة تطلق صواريخ جو أرض، مقاتلة تعتبر رداً تقنياً وعسكرياً روسياً على طائرة F-16 الأمريكية. الجيش السوداني يضم مجموعة أخرى من الطائرات سوفيتية روسية الصنع، منها 7 طائرات من فئتي ميج 21 وميج 23، إضافة إلى 17 مقاتلة سوخوي من فئتي سو 24 وسو 25، ومقاتلات خفيفة من طراز جي 7 ونانشينغ كيو 5 من الصين، وأخرى متعددة المهام من الجيل 3 من طراز اف 5 تايجر من الولايات المتحدة. القوات الجوية السودانية سبق وأعلنت عن نجاحها في دمج الطائرات المقاتلة من الولايات المتحدة والصين وروسيا في شبكة واحدة لتبادل البيانات في العام 2018. حصيلة القوات الجوية السودانية من الهليكوبتر المقاتلة تصل إلى 43 طائرة من نوع ميل ميلي 24 صاحبة التصميم الكلاسيكي، إضافة إلى 3 طائرات هليكوبتر نقل من الفئة مي 17 وكذلك 24 طائرة من فئة مي 8. في السودان 8 قواعد جوية أبرزها قاعدة مروي العسكرية الواقعة بولاية شمال السودان، قاعدة شهدت مواجهات ضارية بين الجيش والدعم السريع في بداية الصراع، وقاعدة وادي سيدنا في أمدرمان، فضلا عن قاعدة الأبيض في شمال ولاية كوردوفان، ثم قاعدة الخرطوم وسط العاصمة. ومع استمرار المواجهات تستعد الولايات المتحدة لفرض عقوبات جديدة على أفراد الجيش السوداني والدعم السريع، عقوبات تعيد إلى الأذهان تلك التي كانت مفروضة أيام حكم الرئيس المخلوع عمر البشير. بلال البجديني، العربية. ومع استمرار الاشتباكات أكد برنامج الغذاء العالمي في بيان له أن الوضع في السودان أصبح كارثيا، وأن أسعار المواد الغذائية في السودان ارتفعت بشكل صاروخي. وأكد برنامج الغذاء العالمي التزامه باستئناف عملياته في السودان داعيا إلى ضرورة توقف القتال. ولفت برنامج الغذاء إلى أنه يجري تقييما للوضع الأمني في السودان لتحديد المواقع الهادئة لتقديم المساعدات. اشتكى الطاقم الطبي العامل في مستشفى في أم درمان من نقص الموارد، بينما يكافح الطاقم للتعامل مع تدفق المرضى. هذا وسجلت نقابة الأطباء التي تتابع الخسائر في صفوف المدنيين مقتل 387 مدنيا على الأقل وإصابة 1928 آخرين. في نقص كبير في الكوادر الطبية، وفي نقص كبير في الفاسيلتيز بتاعت المستشفى اللي بتكون في الظروف العادية متوفرة. فهسه حاليا بيكون الشفت طويل، ما بيقدر يسدوه دكاترة كفاية. غالبا بتلقى دكتورين أو دكتور واحد سادي بيغطي مثلا قسم أو قسمين، أو مرات بتكون ل3 أقسام. فالحاجة دي في الظروف العادية ما قاعد تحصل، يعني بيكون في كل قسم بيكون في عدد كفاية من الدكاترة، غالبا 3 أو 4. بس هسه حاليا الحاجة دي يعني صعبة شديد، يعني الناس بتحاول تمشي المستشفى بقدر الإمكان، لأنه تقريبا مستشفى النووي هي المستشفى الوحيدة هسه في الثورة شغالة. يعني هناك نقص في كل الكوادر، فالشي اللي بنقدمه بنساهم يعني عبر الشباب المقسمين إلى لجان بإننا كيف نقدر نوفر كوادر ونقدر نوفر لهم ترحيب. فما نعاني منه هو البغوض بمسألة الترحيب، وأيضا النقص الحاد في كادر الكلام. قد تفجر حرب السودان في الشمال صمام الأمان الأخير للأم الجراح جارتها في الجنوب التي عانت طوال فترة الانفصال من حرب أهلية شرسة، إذ يبدو أن الأزمات عادت لتوحد مصير دولتين كانت فترة وحدتهما أطول من انفصالهما. الأسباب في التقرير التالي. بظروف صعبة وتوقيت بعيد عن الأمثل، يتحول الشتات في الحروب إلى أزمة قابلة للتصدير سريعاً إلى دول الجوار. صراع الجنرالين دفع نحو 15,000 نازح من السودانيين وجنوب السودانيين للعبور إلى الضفة الجنوبية في أقل من 2 أسبوع، عدد سيصل ل180,000 في 3 أشهر فقط،
إذا استمر الاقتتال وفقا لممثلة الأمم المتحدة في جنوب السودان. الأمن شبه المنعدم كان الدافع الرئيسي لهروب الآلاف إلى وجهة ليست أكثر أمنا وفقا لما تشير إليه منظمة الأمم المتحدة. فرحلة الفرار الممتدة لخمسمائة كيلومتر تقريبا ملغمة بالمخاطر، تبدأ من العاصمة بما يتوفر من وسائل مواصلات أو السير مشيا في أحيان والتعرض لخطر هجوم مسلح، إلى حين الوصول إلى ولاية النيل الأبيض أقرب نقطة حدودية جنوبية للخرطوم. هناك حيث يعيش نحو 300 ألف جنوب سوداني في المخيمات، جلهم نزح من حرب أهلية دامية في بلد لا يزال 75% من سكانه يعتمدون على مساعدات إنسانية تتكفل بـ 23% فقط من احتياجاتهم. وضع يزداد خطورة في ظل هشاشة اتفاق السلام الموقع عام 2018 بين فصائل الجنوب وترقب لأول انتخابات في تاريخ البلاد تجري نهاية العام المقبل. وليس مستبعداً أن تخلق حرب الشمال فرصة جديدة لتنشيط جماعات مسلحة يلجأ إليها القادة المتمردون الغاضبون من حكومة سيلفا كير رئيس دولة جنوب السودان. حرب ستحرم كذلك عملية السلام في الجنوب من الضامن الإقليمي الأكثر نفوذاً المتمثل في ضغوط البرهان وحمدتي على قادة الجنوب في ملفات أمنية واقتصادية. ولعل أسوأ العواقب الاقتصادية تلك التي تهدد خط أنابيب النفط العابر للحدود إلى بورت سودان، وتحرم جوبا من عائداته التي يتقاسمها مع السودان. لكن القضية الأكثر إلحاحاً هي تأمين خروج أكثر من 800 ألف جنوب سوداني يقطن معظمهم في الخرطوم، واستغلال معاناتهم من تجار الأزمات الذين يعرضون خدمات التوصيل بمبلغ يصل إلى 8000 دولار للحافلة في ظل انقطاع الخدمات الأممية هناك. كرم حناوي، العربية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.